مساء الخير. كبرت العائلة وشقتنا ما بقت سعنا، مشان هيك عم نروح نفتش على شقة أكبر، بس بنشقى ومنستأجر. هلا المنطق بيقول إنه لازم نشتري، لأنه إذا استأجرنا بنكون عم نكب هالمصريات بالهوا. أديب، شو رأيك بهذا الموضوع؟ شوف رونالد، سؤال معقد كتير. حتى إذا عملت تفتيش على جوجل بتشوف إنه في طرق علمية لتاخد القرار. عملت التفتيش عنك، وصلت لجواب هين كتير. إذا متوقع إنه الأسعار رح ترتفع، اشتري. اما اذا تتوقع ان الاسعار رح تنخفض اما رح تضلها جامده، فمن الافضل تستاجر. هلا اذا عم نقدر نتوقع ما في بروبلم، بس المشكله اذا ما عم نعرف نتوقع. مشان هيك ما ناخذ مثل، اذا انا بدي اشتري بيت حقه 550,000 دولار وعندي الدفعه بقيمه 200,000 دولار، شو العمل؟ يعني اذا الدفعه الاولى كبيره، يعني اكثر من 30% من قيمه الشقه، والفوائد مقبوله مثل ما هي الحاله هلا، فمن الافضل تشتري. يعني انت بالحق بالمثل تبعك عم تتدين 350,000 دولار بفايدة 3.2% على 12 سنة، يعني عم تدفع بالشهر 3,200 دولار. وإذا افترضنا أن الشقة ارتفع سعرها 3% كل سنة، يعني بعد 12 سنة بتكون ربحت 60,000 دولار. يعني مثل ما عم بفهم منك أكيد لازم نشتري، لأنه إذا استأجرنا بيت مثلا أجاره 2,800 دولار وأخذنا هال 200,000 دولار حطيناهم بالبنك بفايدة 2%، بكون خسرنا 100,000 دولار خلال 12 سنة. مزبوط. طيب أديب، إذا كانت الدفعة الأولى منا كتير كبيرة، إذا الدفعة الأولى منا كتير كبيرة وعم تدفع قسطات عالية كتير، فمن الأفضل تستأجر وتحط ال 200,000 دولار بالحساب بالبنك، بتاخد فايدة وبتخفف شوي من الأجارات الشهرية. كتير منيح. يعني بالنهاية فينا نقول إنه قرار الشراء أو الأجار هو مبني على أسباب شخصية، يعني غير موضوعية. بنشوفكم بكرة بحلقة جديدة، ودايما إذا بدك تعرف تابعنا.